بين المقاولة المواطنة اللي هي اللي كنطمحوا ليها وما بين المجتمع المدني، يعني هذه الصورة هذه اللي بغينا تكون في البلاد ديالنا. النتيجة هو هذا العمل هذا، لأن هذا العمل هذا قلنا ضيرو. هذه دابا أنايا في المسار المهني ديالي 22 سنة، هذه ثاني مرة يعني دوزت واحد 4 ولا 6 ديال العملات، هذه ثاني مرة اللي كنطيح بحال هذا العمل في الرشيدية. درنا واحد التجربة لدرجة أننا صيفطنا الوليدات لواحد الأستاذ بحال لو ليسيان، أننا صيفطنا الوليدات لبلجيكا وشفنا واحد المستوى عالي، وهذه نتيجة ديال لهنا اللي بغيت نقول بأن الأستاذ في المدرسة العمومية ها المستوى ديالو. بغض النظر على ما يقال وما يشاع وما يروج له، خص هذا الأستاذ هذا هو اللي نزيدو به القدام، لأن 90% ديال الأطر اللي كتخرج وكتاخذ مناصب راه الأساس ديالها هو المدرسة العمومية ماشي المدرسة الخاصة، وهذا هو الناس اللي غالطين فيه. هذوك الناس اللي عندهم الفلوس وسهل عليهم الله يقرا الله يسهل عليهم، ولكن راه 90% من الأطر راه ولات الشاب وخارجين من المدرسة العمومية، إذا تنصفقوا المدرسة العمومية. السميح انا كنبغي ودي انني نحضر معكم لهاد الصبيحه اللي هي صبيحه اللي انا قلت لكم يعني كتفتح الشهيه العمل. واللي كنوه الاستاذ هو انه تصالح مع الواقع ديالو، يعني ما خلاش يعني غير نسطرو على المساوي، لان انا طالعت على هاد المجله ما نسطروش على المساوي. كاين شي حاجه زوينه اللي كتقوم بها الدوله، اللي حاجه زوينه كتقوم بها المؤسسه. نصف الكاس راه خاوي بطبيعه الحال، ولكن ترى نصف الكاس راه عامر، يعني خصنا نشوفوا كيفاش نكملوا العموريه ديال الكاس. يعني ما كتكونش عندنا واحد النظره عدميه للدوله ديالنا، الا ما شجعناهاش حنا وطلعناها حنا، ما غنتسناوش شي حد اخر غادي يجي يطلعها. يعني اللي بغيت نقول هو ان المكتب ديالي مفتوح كمبادره ديال السلطه، انا معكم، لان السلطه ما بقاش ديال السبعينات خصك تكون ضد السلطه عاد تكون بطل. لا، دابا حنا في سفينه وحده، الا مشينا راه خصنا نمشيو مجموعه للبلاد ديالنا. بنتي ها هي معكم دليل انني انا نتاج ديال المدرسه العموميه، يعني خصنا نزيدوا القدام. وباش غنزيدوا القدام هو غادي نديروا اليد في اليد. كنشكر بهذه المناسبه المجتمع المدني اللي النشاط ديالو اللي اتى انتباهي هو ان العنصر النسوي ناشط في المجتمع المدني وغائب في المجتمع بصفه عامه. اللي الشيء اللي كنتاسف فيه بزاف، المراه في المدينه ديال العيون المراه مقهوره بزاف، يعني خص لي ان كود بوس، خص العقليه ديال الراجل خصها تغير. علاش؟ اللي باش تكون الاسره في واحد المستوى معين، وخص مزيدا من هذه المبادره. واستسمح كاين هنا واحد النشاط عندنا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه، وكنقول للوليدات باش اللي يصوب مع باه ولا يصوب راه خصهم يعرفوا بان 90% من الحوادث السير راه ماشي الطرق، الناس كيغلطوا الطرق الحفاري سير بشويه، الى الطرق والحفاري سير بشويه سير ب60 ما طيرش. اذا 90% من اسباب حوادث السير راه الخطا ديال البشر. الله يرجينا ويرجيكم الحوادث السير، وشكرا.